السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم صغاري؟ مرحبا بكم في هذا اليوم مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس القراءة وجبة الفطور. دعونا في البداية نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. أولا، يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة معبرة عن المعنى. ثانياً، يستنتج المعنى العام للنص المسموع. لننظر جيداً إلى الصورة التالية الموجودة أمامنا صغاري. ماذا تستطيعون أن تجدوا في هذه الصورة؟ رائعون، هناك عائلة. ماذا تفعل هذه العائلة يا ترى؟ فكروا جيداً. أحسنتم، هم يتناولون الطعام، طعام الفطور. أحسنتم، هل تستطيعون أن تسموا لي بعض المكونات الموجودة على الطاولة على مائدة الطعام؟ أحسنتم، هناك البيض. ماذا أيضا؟ أحسنتم، والزبادي والخبز. رائعون، ماذا أيضا صغاري؟ العصير. رائعون، وبعض الخضروات والفواكه. إذن هو طعام صحي جيد جدا للصحة، علينا الانتباه إلى طعامنا دائما كي نحافظ على صحة أجسامنا. إذا عنوان درسنا لهذا اليوم وجبة الفطور. إذا سوف أقوم بقراءة جمل درسنا لهذا اليوم، استمعوا جيدا صغاري. الأولى، قال حمد: أنا أحب البيض والزيتون. قال حمد: أنا أحب البيض والزيتون. قالت ريم: وأنا أحب الخبز والجبن. إذن قالت ريم: وأنا أحب الخبز والجبن. قال أبي: أنا أحب فطائر السبانخ. قال أبي: أنا أحب فطائر السبانخ. قالت أمي: نحمد الله على خيره. قالت أمي: نحمد الله على خيره. والآن اختار الإجابة الصحيحة. يتحدث النص عن: 1- فوائد الفطور الصحية. 2- فطور العائلة المتنوع. 3- فائدة الحمد والشكر لله. إذا عن ماذا كان يتحدث يا ترى؟ فكروا جيدا. رائعون، فطور العائلة متنوع. والآن أقرأ وأصل العبارة بما يناسبها. انتبهوا صغاري. قال حمد: أنا أحب. ماذا يحب يا ترى؟ رائعون، البيض والزيتون. قالت ريمو: وأنا أحب. أحسنتم، الخبز والجبن. قال أبي: أنا أحب. رائعون صغاري، فطائر السبانخ. من درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم كل المتعة والفائدة. أتمنى من الجميع قراءة جمل الدرس بشكل جيد. إلى اللقاء يا صغاري.